عايزين نعمل امر مجرد ما نخش على فورم، الامر اللي هو الخروج ده مجرد ما ندوس عليه يخرجني من البرنامج خالص عن طريق الكود وليس الماكرو. المره اللي فاتت احنا شرحناها ماكرو. يبقى ديزاين فرو نوقف عليها ونختار اللي هو الكود ده ونكتب الكود ده. انا مش حافظه الصراحه، فانت حاول تحفظه انت. يبقى كنترول سي هنلصقها هنا، ما نحاولش نخرفها ونحطها ايه في حته تانية، لا لازم نحطها في مكان مظبوط. ازاي مكان؟ هنعرف ازاي مكان مظبوط لو احنا بنوقف عليها وندوس عليها كود. ما نطلعش بره المجال ده، ده المخصص بتاعنا، هو ده اللي احنا هنشتغل فيه. تمام كده، ما نخشش هنا، ده حاجه تانية خالص. ده عند ضغط الكوماند 2، لكن ده كوماند 1. تعال نشوف اللي حصل. يبقى كده ان شاء الله يخرجني فعلا من برنامج. تمام كده، ده بالنسبة للدرس النهارده.